لي انا وانا قوة منها، اقول لي انت وش خلق تقوم هذا الليل؟ ليل لا سمح الله صار بس يا كبر حظ، يا كبر حظ اللي بحاول مع الصلاه. عادي احلى شيء طلع ناقزه. طيب الان نقول هذه طبخه عبد العزيز، مكرونه ودجاج. وخر شوي كذا عزوز عشان كاميرا تصور من فوق. ايوه يرحمك الله. مظبوط مظبوط. طيب شوف 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 راسك ابعد كذا عن الكاميرا. حلو. السلام ورحمة الله. كم باقي يا إعداد؟ باقي 9 دقائق. أبى أبدأ أقيم. لا لا يلا يا أبو شيكوا على النظافة، نظفوا يا الربع عشان أعطيكم درجاتكم كاملة. نواف، نواف يا نواف، ألف مبارك. عطنا بيت على الطاير أو قصيدة أو شيء يعني يناسبك في هذا المكان. شيلة أقول الله أكبر. إيش هي؟ أبدي ذكر ربي وتسليمة حية حية في المسرح اللي رايدا للمشاهيري مشاهيري. ما جيت قناة الواقع إلا ولينية مثل بنعمي وشرف جماهيري. الله أكبر. صح لسانك، صح الدارك، صح لسانك. خير من يمثلهم إن شاء الله. عليك زود أبو مبارك، أنا فيك صور البلي. ها يلا شيكوا على النظافة. مضبوط. عزوز تعال خلص شوي، خلصت الغداء. أنت خلصت؟ تعال أدينا بيتين على الطاير. هاي ما بيتين يقول وجفني اللي يبين الصبح ما باتي باتي عاود على مساول الضيقات وادمنها ونفسي اللي لعب فيها تشتاتي ضاع زماني ما حيندرى عنها اتقزر الليل في تفكير وسكاتي واللي يصبح الصبح جعل الله يزينها اللي يعرض عليها كانها بياتي واللي يسلم عليها كله ينعلها حين في وجه ايه حين في وجه اسلم يا خليل اشي الله اكبر ضيعتها جد جد ايش بالامور بتقولها انا والله يا عزيز ونفسي اللي لعب فيها تشتاتي ضاع زماني ما حيندرى عنها تقزل الليل في تفكير وسكاتي واللي يصبح الصبح جعل الله يزينها اللي عرض عليها كانها بياتي واللي يسلم عليها كان هي لعنها حين في وزله من بعض العلاقات حتى وجه العرب ما عادنا منها. الله الله حتى وجه بعض العرب ما عادنا منها، ما عادنا منها. ابو وازع عطنا بيتين. عندك شقتين؟ عندي دبكتين. عندي توضيح بس لحضور الحمد لله ذي الفقره، ترى تعبان بس ومسخن وبشكل طيب وخير لكنه ما يقدر يجي. نعم بس هذا حبيت اوضح حبيبي. تسمع الله يشكرك ان شاء الله. يا احنا لحنا ليتك ساكت يا فارس ولا تتكلم. أبكر بالذبانة اللي دخلت هنا. ماني معك. طلعها. طلعت طلعت طلعت. أنا أقول يا رب تطلع يا رب تطلع. ما أدري وش أقول يوم أنت خلاص، ما أدري وش قلت أصلاً. صادق؟ إني كلامي راح في الهواء. لا. أنا عارف بس خلاص. إي 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 مثل ما طلعت أنا أمس رحت فرحتي على الهواء. عطنا بيتين يا أبو دويحس والله ما خليها بخاطرك، بيتين بس. بس. يلا يا نواف ترى ما في وقت تغرف. كم باقي؟ يقول ابتدينا بالله اللي من بدابه. ايش يقول؟ ايه تعال تعال ماك علم. تعال تعال سلطان يا يا عبد العزيز ما للحين ما قيمت. اي والله ابديها اديها حقها. يلا يا نواف صدقني احترق. عطنا بيتين لا يا رب ما ارموها. بس بس عطنا بيت يبي لك واحد ينبشها. اي عز الله انك صدقت والله. اني قصايد واجده لكن المشكله في الحفظ وكذلك في وقتها احيانا نجيبها مو بوقتها نجيبها. يلا انا اول مره اشوف الظل اقصر منك. يلا تبغى يا الربع غدا غدا بيبرد غدا يا اعداد نقيم الرجال جوعان. لا انا بنقيم لان بيبرد الغدا. اذا برد الغدا ما زال صغير. ها كم باقي؟ انت دقه وحنا بنتغدى وانت اطعم. اول شيء عندكم النظافه ما شاء الله 100%. أنا منظف. الوقت عندكم 100%. الشكل صراحه 100%.
اما الان اشوف الطعن. نعم شوفه معوضها. عطني جيب لي قفشه يا رجل. خلني القفشه عشان يوقف يجي درجه. قطع لي دجاج. وكلنا. لا 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 عليه. لا 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 عطني ملعقه. خليني اكلك. لا لا عطني ملعقه. اكل بيدك يا رجال ومغسل. معلقه عندك معلقه؟ معلقه يا رجال. والله من قفشتك خبزتها بيدك. ملعقه عندك ملعقه؟ حتى العريقه. اشاعات اشاعات. اثبت. عندي اثبت عندي. اثبت والله انا عندي. وين؟ قبل البارح يوم في المطعم. احنا بالمطعم اكل بالملعقه مع خيار لبن. ما يود عندي. ما يود. وين؟ ما انت مصور؟ ترى انا مصور كلش. انت مصور عقب الاكل؟ لا والله ما عمري. تقول بك انا رسمات. لا والله انت والله انت اللي تسوي كذا. تسوي كذا وبوم. اقول لك الملعقه كلها عشان تساعد التغيير. شوف الملعقه كلها. انت مقدم انت مقدم. لا 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 قول بسم الله. دقيقه. بسم الله. انا اعرف اختار الزوايا مثلا عندك الان. أجرب الدجاجة. يوم كم ما راح ما شلت إلا الدجاجة. يقعد حط الدجاجة لحالها يبغى ينزل تغيينه. دقيقة. لازم تاخذون من يديك. هو أنت اللجنة مقيمة. لا أنا فارس. اللجنة الموقرة. أن الإبل التي تعرض أمام اللجنة هي إبل عبد العزيز مسافري. أقرب. والله أنا أقول التوقيت 400 الدرجة الكاملة، الشكل الدرجة الكاملة، النظافة. تعال 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 تعال. هريس. دقيقة أبو دويحس. هريس ما بيسوي خلاص. يا ولد خلص الوقت يلا. هريس. إيه أنا لي ساعة أقول لك أنا واقف. أسمع أو إذا جاء دقيقتين أعرف إن أنت عندنا. يا ولد خلاص والله خلاص إعداد. خلاص الوقت. باقي دقيقتين. يلا. طبعا النظافة 400 الطعم. عزوز أنا ما جامل. لا جامل. لا جامل. أنا ما جامل. تدرون؟ يا ولد ما أحب تستعمل أنت علي. خلاص خلاص. حبك حبك. مع الناقص ملحة شوي بس إنه زين. ملحة. إيه. ملحة. إيه. بالعكس. لا قل الصدق قل الصدق والله ملح زين. ايش رايكم في الملح؟ حلو. الملح موزون. انت الملح. اه الله. يقول لكم ليش مستعجلين؟ من يقول؟ والله جوعاني. يقول لك جوعاني يا ابو ربيع. خلاص الطعم عند الانسان. الطعم عند. يلا يلا خلينا نسحب من هاشتاج بعدين اجمع لكم النقاط. يلا. زيادة عاد حافظ. دقيقة. يلا روان اهدت 50 نقطة لاخونا وازع حبيبي. استاهل من مبارك. يلا فارس مهند محمد اهدى 50 نقطة لنواف فرزان يستاهل. يلا بقرتك ما هي بلاقي عليك فارس. وانا طيب جاتك 50 روان اكثر اتصال. يلا ستوب نسحب. انا اللي معك مثل يا اخي. لا ترسلون سلاسل يا اخي. انا لي ساعه قاعد احدث. الله يهديكم. من انا ما شهد. علق الهاشتاج. انا صدق 16 20 مقاله. مين يا ابو ربيع؟ ذاك اليوم اسمعنا يا ولد. انا تراني يوم عشان تقولون يوم ترى. لا 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 تسوي زي كذا من فوق من فوق من فوق من فوق. نزل على تحت يوم شفت البقره. ستوب. صارت وايد بس اني تصدق حتى بعض الحاجات. فارس الحربي 50 نقطة. بعد اسولف مع اللي يقول خلص بعد شوي. اوه نسيت. الله هذا السنة اللي طافت. تتذكر تتذكر يوم كانوا يهدون لنا 50 نقطة. يوم كنت متسابق. يوم كنت متسابق. هي قيمة. يوم كنت متسابق وحط نفسك مكاننا وقيم. حلو. الجوهرة 50 نقطة. لأخونا وازع. اشكر الجوهرة. باقي ولا خلاص؟ اودي هناك. ايه لا لا خله خله شوي. اعداد صور لنا طبخة. طيب دقيقة. يا ولد متى تعلمت تطبخ الرز كذا؟ يا ولد خبرة غير كل هذا ما خلتني انا انجح صح. حلو. اودي. بعد دقيقة. اختنا فاطمة 50 نقطة لعبد العزيز مسفري. انتهى الوقت وانتهت الهاشتاقات والان بدينا في الجد.
هذا طبخه اخونا نواف وازع فريق البرايم. نعم فريق البرايم ضد فريق البزنس. لكن صراحه ما شاء الله عليك يا ود، متى ضبطت الرز كذا؟ قاعد خبره ها، انت اخذتني تعلم الطبخ ترى، بس كيف ترنيم والله تعبان. شوف نعطيك على التوقيت، خلصت على الوقت باقي دقيقه. نعم 600 بيض راجل، الشكل 600 بيض راجل، النظافه كذلك 600 هاي 1800 هذه اي نعم. لا هذه الاتصالات عليكم يا ابو، اتصل يعني اتصال واحد الان، انت جاك اتصال ولا اتصال؟ ولا اتصال جاك هاشتاج، ثاني هاشتاج 50 بس. نعم عبد العزيز جاء 3 اتصالات، وازع وازع كذلك جاء اتصالين وازع اكيد ولا 3 100 لا 3 ابو ربيع يقول 2 قل له 3 يا ابو، قل له 3 ابو ربيع حط 3 بس. نواف جاه الهاشتاج ما جاه اتصال. طيب نواف فريق نواف لكم الدرجة الكاملة 3000 درجة. فريق عبد العزيز مسفري يستاهل 2000 الدرجة كاملة. 2000 ترى قيمة الطبق، 2000 قيمة الطبق، خذيت الدرجة كاملة. ونواف بن فرزان قيمة الطبق 3 خذ الدرجة الكاملة، هو وازع. يلا اجحدوها، ارجع متسابق الحين يلا ها، روح ارجع متسابق وتاكل معنا تواضع. النقاط يا ابو ربيع 3 الطبق شروه ب 1005، وازع ونواف شروا الطبق ب 1005، طبعا المجموع 3000 يخصم 1000، كم يبقى لهم يا ابو ربيع؟ الطبق نعم ب 1005 المجموع 3000 حلو 1000 نعم 750 لاخونا نواف زائد 750 لاخونا وازع كذلك نقاط اي نعم عنده 900 مع النقاط. طيب ونواف ايضا 800. نروح لاخونا عبد العزيز المسفري شرى طبق 1000 حصل على الدرجة الكاملة، 2000 نشيل قيمة الطبق الشراء 1000 نعم باقي له 1000 مع الاتصالات 150 نعم والهاشتاج 1200 نعم. تبي ما نقدر نقسمها على ايه ما الله الله يعينك يا سلطان ابو معجب، ابشر ب 1200 كاملة لك. قفوا تستاهل إلى هنا نودعكم، نقول وداعا، وإن شاء الله راح نكمل بكرة. طبعا راح يكمل عنا ريان، مع أن ما ودي ريان يكمل عني لأن زعلنا ذاك اليوم، أمزح معه، كل المحبة لأخونا ريان. إلى هنا انتهت حلقتنا أخواني المشاهدين، أخواتنا المشاهدات، نستودعكم الله ونراكم غدا بإذن الله. سلام عليكم.